بينتهي الامر انه النشاط الاساسي لبعض المؤسسات الماليه ما بيبقاش عليه يعني ما بيدفعش عليه حصه الدوله في الضرائب نتيجه ان المعالجه مع الضريبه على نزول السندات بتخلي في النهايه ان الدوله والخزانه العامه للدوله ما تاخدش حقها من الضرائب على بقيه انشطه هذه المؤسسات. فاحنا كل اللي عملناه ان احنا قلنا والله يا جماعه تعالوا نشوف كده بحيث انه المعالجه تدير انه اللي دفع عليه ال 20% يدفع ال 20% ورصده. بقيه النشاط ما ينفعش ما يدفعش عليه، ما هو معاه ارباح. بقيه النشاط ما ينفعش ما يدفعش عليه وما يبقاش في حصه الخزانه العامه للدوله. فعملنا المعالجه نظبطها بحيث ان كل الانشطه يدفع عليه، لكن سعر الضريبه على نزول السندات 20% هي 20% ما لناش جنبها. ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه 22.5% هي 22.5% ما لناش جنبها. فاحنا لا غيرنا في شرائح الضرائب ولا غيرنا في اي حاجه، كل العمليه ان كان هناك حصه للخزانه العامه ما كانتش بتحصل نتيجه للمعالجه الضريبيه، بنظبط المعالجه الضريبيه عشان خزانه الدوله تاخد حقها. مش اكتر من كده. واعتقد انه يعني الزملاء في قطاع المؤسسات الماليه متفاهمين ده كويس جدا، واعتقد ان هم قالوا ده حق الدوله وحق الخزانه العامه للدوله واحنا متفقين على هذا، واحنا ما فيش عندنا يعني اداره في هذا. وده كل ما في الامر ان هم كان ليهم الطلب الخاص بانه دوت يتم على الاصدارات اللي هتتم بعد صدور القانون، واحنا قلنا لهم موافقين على هذا الكلام، ودي بعض الامور الاخرى اللي مكانها اللائحه التنفيذيه وقلنا لهم حاضر نبص فيها، لكن توفقنا واعتقد الحمد لله القانون بالوضع المرضي لهذه المؤسسات الماليه صدر من مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي بالوضع المرضي، ما بقول المرضي لان هذا ما توافقنا عليه مع اتحاد البنوك ومع البنك المركزي ومع رؤساء البنوك. فانا اعتقد النقطه دي الحمد لله تم حسمها، واعتقد انه يعني اي حاجه ثانيه احنا توافقنا على انه هيبقى في تشاور تام بيننا